سلام البنات، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. مرحبا بكم في فيديو جديده. الفيديو ديال هذا النهار غادي تكون واحد الجوله قصيره جدا 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 في هذا المحل اللي هو معروف اكسيون. شحال هذه ما درت لكم شي جوله ولا ما وريتكمش المشتريات ديال اكسيون؟ بكل بساطه لاني ما مؤخرا ما شريت والو. المهم درت واحد الجوله وكاين شي بعض الاشياء اللي جديده عجبتني. قلت غادي لكم هذه الجوله غير باش تعرفوا شنو كاين في هذا المحل بالنسبه للبنات اللي بعادين على هذا المحل هذا، اللي ما كيمشيولوش باستمرار هكذا، باش يشوفوا الا كان شي حاجه عجبتهم ولا تارت انتباههم يقدروا يمشيو وياخدوها. كيف العاده ما تنساوش تشاركوا في القناه اذا كنتوا اول مره كتشوفوا الفيديو ديالي. شجعوني بلي لايك ديالكم ونبداو الجوله ديالنا. هذا المحل كيف ما قلت لكم راه بليا، انا كنحاول ما امكن نحيد مني هذه البليه هذه، لان اون فوا كندخل اكسيون ضروري كنلقاني يعني خارجه بمشواكش عامرين. المهم انا عجبوني شي حويجات اللي بغيت نتقاسمهم معكم. عجبوني هاد القريعات هادو اللي خاصين بالتنظيم، في الحقيقه زوينين بزاف، يعني حتى الكاليتي ديالهم زوينه والاثمنه ديالهم جد مناسبه بالنسبه للسيدات اللي بغاو هكذا يرتبوا المطبخ ديالهم. انا عجبوني هاد القريعات هادو اللي بهاد الغلاقه من الفوق ديال الانوكس، زوينين. هما الزاج ديالهم داك كيكون رقيق شويه، ماشي زعما صحاح، ولكن بالنسبه للثمن ديالهم والكاليتي ديالهم يعني راها مناسبه. كاينين هادو كذلك قريعات اللي عندهم داك الغلاقه بيضاء وعندهم من الفوق، يعني كاين اللي كاتبين فيهم كوفي وكاين اللي كاتبين فيهم تي، وكاين اللي دايرين فيهم داك لاردواز من الفوق. يمكن لكم نتوما تكتبوا البرودوي ولا الحاجه اللي دايرين فيها كتكتبوها من الفوق، باش هكذا في التنظيم ديالكم كتكونوا عارفين شنو فيها. كاينين هادو كذلك اللي فيهم هاد سليكات، كاينين في اللون الذهبي وكاينين اللي في اللون غوز جولد وكاينين في اللون الاسود. حتى هما المهم زوينين في المنظر ديالهم، راه كنا عارفين الكاليتي ديالهم ما غاديش تكون بحال الكاليتي ديال ايكيا، لان ايكيا غاليين، ولكن الكاليتي ديالهم كتكون شي شويه احسن. المهم الاثمنه ديال اكسيون راكم عارفينها. كاين كذلك هاد لي بلاطو اللي غنيين على التعريف، اللي الكل كيقلب عليهم. كانوا في السابق جابوهم بشكل دائري، هما هادوك اللي خديت انا ويعني وتقاسمتهم معكم في الاول السابق ديال اكسيون. صراحه زويونين هكذا لتقديم المائده باش تيكون المائده ديالكم، كذلك كيصلحوا لا ديكو باش ديكوريو البيت ديالكم ولا اي حاجه. الثمن ديالهم حتى هما جد مناسب. ومؤخرا داروا هادو اللي في الشكل ديالهم شكل طولي او لا مستطيل، حتى هما زوينين بالنسبه للبنات اللي كيقلبوا عليهم. المهم راهم مره كيجيبوهم، بعد مره كيجيبوا واحد الكونتيتي قليله وبسرعه كتقاضى، يعني خصكم نهار اللي تلقاوهم ما تبقاوش تشاوروا الا كنتوا باغيينهم داك الساعه تاخذوهم، لان غادي ترجعوا مره اخرى غادي تلقاو ستوك تسالى، عاوتاني كتصبروا شويه ومن بعد كيجيبوهم. البلاطويات هادو هاد البويض هما اللي خديت انا السنه الفريطه، حتى هما الصراحه زوينين، صدقوا لي زعما زوينين، انا دايرهم بور لا ديكو، كيجيو زوينين بزاف وصحيحين، وكتقدروا تحطوهم هكا حتى في الطبله هكا. بزاف البنات اللي كنشوفهم كيحطوا فيهم الماكله فيهم الحلويات وداكشي في الطبله، كيجيو زعما زوينين بزاف. وكاين هذا الشكل هذا الدائري اللي تا هو خديته مؤخرا، تا هو الصراحه زوين، انا استعملته فقط لا ديكو، وواحد المره كنت حطيت فيه واحد الكيك، يعني صراحه جا زوين بزاف وعطى يعني منظر راقي للمائده ديالي. وكيف ما كتعرفوا الاثمنه، باش ما نبقاش نقول لكم كل حاجه اش كدير، الاثمنه داكسيو راكم عارفينها اثمنه جد مناسبه. كاين هاد المواد ديال التنظيم، تاهما ديال المطبخ وديال لي زعما ربما ديرو في الثلاجة، بزاف د الحويجات اللي يمكن لكم ديرو فيهم، تاهما زوينين البنات. انا واخا ما خديتش منهم، ولكن ديجا عندي كيشبهو لهم، ولكن ما تقوليش الكاليتي ديالهم كنت خديتهم غاليين، ولكن هادو داكسيو كيبانو لي شويه صحيحين. كذلك كاينين هادو ستوغاج ديال الاحذيه ولا الالعاب ديال الاطفال، مهم دايرين خاصين بهادو لي بوكس ديال يعني تمكن لكم تحتفظوا بالاحذيه ديالكم، يعني فيهم حتى هما زوينين والاثمنه ديالهم زوينه، وكينفعوا بزاف باش هكذا الا بغينا نحيدوا الاحذيه ديالنا كديال فصل الشتاء ولا فصل الربيع، يعني داك فاش كنخملوا داك التخمال الموسمي غادي ينفعونا بزاف بزاف. انا صراحه مازال ما خديتش منهم، هاد النهار ما كنت غدات غير اطلاله شنو كاين، ومن بعد ان شاء الله الا خديت شي حاجه غادي نتقاسمها معكم. كاين كذلك هاد ديال البوبيل اعزكم الله، بالنسبه للبنات اللي كيديروا الترياج، لان بزاف وانا منهم، انا في الدار ديالي يعني مفروض علينا اننا نديروا الترياج للازبال اعزكم الله، لان كتفرق البلاستيك على الميول غيست ميول ولا داك دوزن ولا، المهم دائما كتفرقوا هاد الاشياء مع البابير كذلك. هادو كيتحتاجوا هاد ديال الميول كيتحتاجوا، والثمن ديالهم رخيص، ود البلاستيك حتى هما زوين، الكاليتي ديالهم حتى هي زوينه. والعشاق الرياضه
فصل الربيع صافي راه قرب ما راه على الابواب. حطوا هنايا هاد لي ماتلا ديال ولا التابي ديال السبور ديال اليوغا ديال بغيتو تقدروا سبور في البيوت ديالكم، تا هما الاثمنه ديالهم مناسبه، وكاين الوان كثيره، كاين لو روز، كاين لو بلو، كاين تركوا، والكاليتي ديالهم فريمون البنات زوينه بزاف. باش نوضوا البنات هكا ينوضوا يديروا حركه ويطيحوا شويه الوزن، لان الصيف راكم عارفين راه جاي، خصنا نوجدوا شي شويه ونستعدوا باش نستقبلوا كذلك فصل الربيع وفصل الصيف. والعشاق المحابقات وعشاق الغريس راه صافي اكسيو حطوا واحد ديكورات زوينه البنات، انا صراحه عجبتني بزاف بزاف بزاف، راني عاد كنفكر ناخذ انا شي حاجه هكا باش نزيد المطبخ ديالي ولا البيت ديالي بصفه عامه. حطوا هاد المحابقات هما اللي حمقوني البنات، هادو اللي فيهم هاد حطيتهم على هاد السيبور ديال الخشب زوينين بزاف، وشوفوا اللوينات اللي دايرين فيهم، فيهم البلو سيال، فيهم داك لو غوز بيبي، فيه لو غري، عجبوني بزاف بزاف، حتى داك الوريدات اللي دايرينهم كيبانوا طبيعيين، بحال داك الكاكتوس كيبانو طبيعيين بزاف، والاثمنه ديالهم حتى هما ما غاليينش. عجبوني كذلك هادو اللي في اللون الابيض والاسود، ربما غناخد شي حاجه للحمام ديالي، لان كما كتعرفوا الحمام مؤخرا درت فيه اللون الابيض والاسود، يعني غادي يجيوني مزيانين في الديكور ديال الحمام. الاثمنه ديالهم جد مناسبه. المهم بغيت غير نقترح عليكم هكذا تشوفوا الافكار اللي كاينه والجديد ديال اكسيون في الديكور، يعني ما راكم عارفين اكسيون راه كيجيب شي حويجه زوينه على حسب الفصول، يعني ما كيجيبش دائما الجديد، فقط على حسب الفصول كيجيب الديكور المناسب ليه. بغيت نقترح لكم هاد الحويجات هادو انا اللي عجبوني انا اللي عاد جابوهم، يعني لان الاشياء الاخرى اللي كانت قديمه راكم عارفينها، لان ديما كتمشيو الاكسيو غادي تكونوا داكشي شايفينه يعني ومعاودين، فقط تقصت معكم غير هاد الحويجات هادو اللي جاوني انهم جداد عاد حطوهم. كاين كذلك البنات هاد الفراشات ديال المرايا، تا هما زوينين دايرين في الغوص في البلو سيال في اللون يمكن الاسود هكذا باش ديكوري الغرف ديال وليداتكم. كاين هذه كتجي على شكل سحابه تا هي زوينه، عجبتني هكا بالنسبه للبنات اللي عاد كيغيروا الديكور ديال البيوت ديال وليداتهم، كيجيو زوينين يعني، والاثمنه ديالهم جد مناسبه، غادي تلقاهم في اماكن اخرى ولا محلات اخرى، الاثمنه ديالهم مرتفعه جدا. وكاينين كذلك دخلوا هاد لي زيليفون هادو وهاد الطويرات، المهم مجسمات ديال الحيوانات اللي بالشكل الذهبي ولا باللون الذهبي والاسود، انا عجبوني هادو ديال اللون الذهبي. وكاينين طويرات لان راكم عارفين فصل الربيع دابا على الابواب كيدخلوا شي حويجات اللي متعلقين بالفصل. صافي البنات هادشي اللي قدرت نقول لكم يعني في هاد في هذه الجوله هذه، يعني هادشي اللي قدرت نوريكم، هاد الحويجات اللي انا عجبوني وكنتمنى حتى نتوما يعجبوكم، والا عجبتكم شي حاجه بيان سور غادي تمشيو تاخدوها، لان راكم عارفين الحاجه كما كيجيبوها دغيا كيطيروها، لان اكسيو عليه واحد الاقبال خطير، الحاجه الا لقيتوها صافي غير ما ترددوش غتاخدوها في داك الوقت هذيك. وإلا خدات البنات اللي خديتو شي حاجه بصحتكم وراحتكم. بالنسبه للبنات مشتريات ما شريت شي حاجه اللي كثيره، غادي نتقاس معكم غير هاد لي تروك هادو اللي خديتهم. خديت هاد الاليفون هذا مزيون عجبني بزاف، ها نتوما كيفاش كتشوفوه داير هاد اللون الذهبي عجبني، هكا تقدروا ديكورو به اي مكان، غرف ديال الاطفال ديالكم ولا في الصالون على حسب، الا كنتو دايرين هكا ديكورات اللي في اللون الذهبي ومعجبني بزاف. خديت كذلك هاد الشميعه هادي، حتى هي كانوا دايرينها في اكسيون، لان كنت كنقلب على شي حاجه في الغوص، ها نتوما كيف ما كتشوفوا جايه من هنا، فيها يعني هاد الديزاين هذا بحال هاد الشكل هذا، ماشي بحال الشميعات العاديين، حتى هي كانت يعني بروموسيون، كانت يمكن مهم ما كاملاش اورو، ما بقيتش عاقله على البري ديالها، ما كاملاش اورو. وبغيت نتقاسم معكم هاد لو كور هذا، لو بيتي كور اللي كنهديه لكم كاملين البنات المشتركات عندي في القناه واللي كيتابعوني دائما. المهم هذا ما خديتوش من اكسيون، ولكن خديته من المحل واحد اخر اللي هو كيك كيطيح، المهم خصو شي حاجه لان راه دايرين له هنا علاش كي يعني كيبقى لكم تجلسوا بحال هذا الشكل هذا. المهم عجبني المنظر ديالو زويون بزاف، يعني كيصلح حتى هو للديكور وراكم عارفين. المهم بغيت نتقاسم معكم غير هاد الحويجات هادو. المهم الفيديو الى عجبتكم البنات ما تنساوش تشاركوا وتخليوا لي لايك ديالكم، كنقول لكم الى فيديو اخر موضوع جديد فكره جديده، وتبقاو على خير.